الاعتماد على نفس الإنسان نفسه. الحمد لله إنه تقدر تدخل دخل أنت بنفسك. والإنسان إذا هو اشتغل ودخل دخل بيقوى. صار لازم إنه إحنا نثبت وجودنا. والسيدات عندنا بيعانوا، يعني عندهم معاناة شديدة، خصوصاً إنه الرجال غالبيتهم ما فيش شغل، ما بيشتغلوش. فهسه صارت المرأة يعني صار إلها وجود، ولازم تدعم نفسها وتدعم بيتها وتدعم أسرتها. يوصل صوتهم من مجرد من غرزة عملوها، فنهم وقطاعهم اللي بيشتغلوا عليها عم تنباع مش بس بفندق خمس نجوم، مش بنفس البلد بس اللي بتنتج فيه، عم تنباع بكل مكان في العالم.